جات لي شكوى من اهالي قريه تولت مركز الفيشن بني سويف، بيقولوا ان ما عندهمش صرف صحي، والمصرف الزراعي مليان زباله وحشرات، ومع ان عدد سكان القريه والعزب حواليها كبير ما عندهمش غير مدرسه واحده بتشتغل عده فترات ابتدائي واعدادي، وكمان حضانه. مش بس كده، ده كمان غرقانه بالمجاري بالذمه. اولاد قريه تلت يتعاملوا ازاي ويتعلموا ازاي والمدرسه كلها مجاري؟ تعالوا نشوف التقرير. المدرسة طبعا فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية الفترة اللي هي الابتدائي، والاعدادي طبعا فترة مسائية. مشكلة كثافة الفصول، الفصل الواحد بيكون فيه 60 طالب، وشبكة الصرف الصحي طبعا بايظة خالص. عندنا الأولاد عشان في الغالب بتكون دورات المياه مغلقة، دورات المياه مغلقة، فعلشان طالب ينزل من الفصل ويدخل دورة المية يلاقي دورة المية مغلقة، طبعا مشكلة في حد ذاتها هتأثر عليه في التعليم. ما فيش صرف صحي في البلد خالص. المشكلة مش في الصرف الصحي بس، المية اللي طاف على المية الجوفية طالعة من تحت البيوت، يعني كل البيوت حضرتك كل سنة وتاني، كل سنة وتانية كل صاحب بيت بيجيب تراب ويردم في بيته، يجيب رملة ويردم في بيته عشان يعلي ويعرف يقعد ويفرش ويقعد في البيت. أنا حضرتك من العزب الثالث مركز الفشن، وبنعاني من موضوع المية دي وموضوع الزباله اللي هي بتتكب دي، والاطفال تعبت والناس تعبت، وعايزين المصرف ده يتردم شويه، وعايزين 100 متر صرف مغطي، والمنظر هنا مش حلو خالص صحيا او كده، والناس بتجي لها امراض كتير من المنظر ده. فاحنا عايزين اي مسؤول برضه يجي يشوف المصرف ويشوف النظام ويشوف العيشه اللي احنا عايشين فيها. الامال اللي بنشربها دي يعني في الاول كنا ب 600 جنيه، دلوقتي في ناس عايزه تركب بتوصل 2000 بس. هذا الامال اللي هي الحنفيه في البيوت دي، يجي يقص البيت بالمتر وبتاعه مش عارف كيف، في الاول بتكلف 600 جنيه بس، دلوقتي بتوصل 2000 جنيه. طب واللي ما معاش، انا ما معيش ال 2000 هيركبها، مش لاقي محطه ميه، بنشرب ميه ترومب. ايوه بس يبقى الغلبان مش بيشيل يشرب يعني ميه من الحنفيات. المصرف ده متضرر منه العزبه كلها، الزباله بتتكب فيه بتاع البلد كله، وتحط في الخطه المجلس المحلي حطه في الخطه السنه دي في خطه 2012، وفجأة كده السيد المحافظ اتلغت التغطية على مستوى المحافظة من ضمنه الحتة دي. المقابر دي برضو جالها قرار إزالة أزيد من سنة، برضو محدش سأل ولا أي حاجة، لدرجة إنها يعني عاملة ديك في البلد نفسه، ومضايقة الرقعة السكنية، وبرضو مؤثر على المساكن حواليها. المشكلة بتاعتنا الصرف الصحي، ما فيش صرف صحي، البلد عايمة على المي، يعني احنا واقفين دلوقتي تحتينا المي، البيوت كلها المي، مشكلتنا احنا الصرف الصحي. احنا بنناشد المسؤولين على قرية عزب الثالث الفاشن بني سويف، ما عندناش وحدة صحية، واحنا افقر قرية على مستوى الجمهورية مش على مستوى المحافظة بس. عايزين صرف صحي، عايزين واحدة صحية، لا يلا ما بيعيا مش بنعرف نوديهم فين، بيعيا في الليل مش بنبقى لاقين مستشفيات ولا لاقين حاجة ولا عندنا صرف صحي، ونايمين في الماي. شفنا، والموضوع مش محتاج تعليق مني، يا ريت مسؤول عنده دم يتحرك ويحل مشاكل شكاوى الناس الأسبوع